الحلم تحقق أخيراً، فجهود الحراك الأردني لم تذهب عبثاً، ومقالاتنا وبرامجنا لم تكن صيحة في واد، ومطالبتنا بضبط النفقات لم تكن نفخة في رماد. فأخيراً قرر رئيس الوزراء إنهاء أعمال الشركة الأردنية للسياحة والمياه المعدنية، وهي الشركة اللي عمرنا ما جبنا سيرتها لأنه ما بنعرفها. فقد أعلن الرزاز إلغاء ودمج 8 مؤسسات وهيئات من باب تخفيض النفقات، إلا أن وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود عنا وزير اسمه هيك ما تستغربوا، أكد أن قرارات دمج الهيئات المستقلة والمؤسسات التابعة للحكومة لن تمس بحقوق الموظفين الذين على رأس عملهم، يعني الرواتب والامتيازات هي هي بس الأسماء تغيرت. ومن باب إنعاش قطاع المركبات اللي ماكل روح الخل مثله مثل باقي القطاعات، أكرمنا دولته وطوق عنقنا عندما قرر إلغاء ضريبة الوزن، لكنه بحنكته وخبرته استبدلها بضريبة ثابتة مقدارها 4% في تجسيد حقيقي لشعار الحكومة الأبرز، يعني هاي ذاني وهاي ذاني. بالمناسبة من مصلحة الحكومة أن يتوجه المواطنون لسيارات الكهرباء، فوقتها لن تملك القدرة على مص دمائنا من خلال المحروقات، دولة الرئيس. وكما أهديتنا هذه القرارات التي ستقلب حياتنا فوق ما هي مقلوبة، سنهديك هذه القصة من باب رد الجميل. يحكى أن دودة صغيرة اسمها تيتي كانت تعيش مع أمها، وحين كبرت تيتي قالت لها أمها: يا بنيتي انت كبرتي وصرتي قادرة تجيبي أكلك لحالك، فقومي هزي طولك واشتغلي ولا تعتمدي علي مثل الحكومة الأردنية ما بتعتمد على المواطنين. وعلى الفور خرجت تيتي من بيت أمها باحثة عن الطعام، فوجدت حبة جوز فدخلت من ثقب فيها وأخذت تأكل مما في داخلها، وبقيت تأكل وتأكل حتى سمنت، يعني زي ما أكلت رواتبنا بالضبط. وحين أرادت الخروج من الجوزة لم تستطع، فانتظرت أياماً صامت خلالها عن الطعام حتى ضعفت وعادت كما كانت نحيلة. وعندما استطاعت الخروج من الجوزة والعودة إلى أمها قصت عليها ما جرى، فقالت لها أمها: تيتي تيتي مثل ما رحتي مثل ما جيتي وسلامتكم. عشنا ويا ما We'll be right back.